السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتعرف على IFC Builder. هعمل له داونلود، هقول له اعمل داونلود، هيبدأ يحمل لي البرنامج بالشكل دوت. ده اسم الموقع بيم سيرفر دوت سنتر، بعد كده شرطة بيم ستور دوت اي اس اي اس بي. بعد ما اتحمل هقول له انا عايز نسخة طبعا الانجليزي، اقول له اعمل انستول، اقول له انا موافق على الاتفاقية كونتينيو. انا قريت الكلام ده كله، ربنا يسامحني على الكذب دوت. تمام، هقول له ايه ابدأ تصديق. اجي هنا اقول له انا عايز ملف جديد، فايل نيم، الديسكريبشن بتاعي، اقول له براوس، ابدا اختار الملف اللي هو هيمت بتاعه CBIM. اوكي، هقول له مثلا نيو، ده لو انا عايز ابدا ملف جديد. تمام، عايز انا ملف امتي ما فيهوش حاجه خالص، ولا اوتوميشن انترودكشن في مقدمه كملف كده جاهز. طيب بيقول لي افتح ملف اي اف سي، عندنا ملفات اي اف سي، خلينا نشوف مثلا دوت اوبن. فبيبدأ يدخل كل العناصر اللي موجودة في ملف الـ IFC في الملف دوت. اهو الملف اهوت، تقدر تشوف الملف زي ما انت عايز. ده ملف كنا بنتدرب عليه. تمام، تقدر تقول له انا عايز اشوف الاليمنت الموجودة، تخفي بعض الاليمنت اللي انت مش حابب تشتغل بيها دلوقتي او مش حابب تشوفها دلوقتي، او تقول له انا عايز البروجكشن تشوف من اي اتجاه زي ما انت عايز. وهو ممتاز لو انت عايز تشوف المشروع بتاعك وتعرضه على الناس بالشكل دوت.